السلام عليكم إخوتي في الإسلام. النهاردة هحاول أعمل معاكم فيلم قصير جدا. أنا ممكن أقعد أتكلم ساعات ساعات متواصلة 24 ساعة ما أقفش، يعني خلوا بالكم يعني في موضوع الشرك والاتهام اللي أنا بتهمه معظم المسلمين في جميع أنحاء العالم. لكن عشان كده هتلاقوا معظم أفلامي طويلة شوية. الفيلم اللي فات شجعني إن أنا أقصره، على فكرة الفيلم اللي فات اللي هو دعارة مالك ده أنا قصرته جدا، ده أنا سبت حوالي 10 15 حديث ما وريته الكوش عشان احاول ان انا اعمله في حوالي 35 دقيقة. النهاردة هحاول اعمل الفيلم ده ان شاء الله في ربع ساعة، مشوف اذا كنت حاضر ولا لا. اللي بيضايقني من المشركين جدا، واعتقد ان هو بيضايقكم كمان، ان هم كل شوية يجي لنا واحد منهم يقول لنا انتوا بتصلوا ازاي، انتوا مش عارف ايه، انتوا جبتوا الصلاه منين، الصبح كام ركعه، الاسئله الخايبه دي بتاعه توم وجيري دي اللي هريالنا بيها، وانا رديت عليها في ال10 سنين اللي فاتوا 500,000 مره ومقالات وكتبت وعملت وطلبت منهم 1,000,000 مره يورونا فين الصلاه اللي هم اتعلموها من كتب الاحاديث الشيطانيه بتاعتهم، وقلنا لهم 100,000 مره طب قبل انتوا ما تبدعوا الكتب دي مثلا مالك عمل كتابه 80 سنة بعد ما الرسول مات، ال80 سنة دي الناس كانت بتصلي ازاي؟ يعني مش فاهم يعني. وبعدين احنا محتاجين نتعلم الصلاة في كتب ازاي؟ الرسول صلى قدامنا بقينا نصلي زيه، وانا اتعلمتها لابني وابني خدها لابنه وسو اون، والعملية مشيت. يعني انا ابني الصغير هنا في استراليا عنده دلوقتي 7 سنين اسمه نور الدين، من وهو عنده 2 سنين وانا بصلي كان دايما يجي يقف جنبي يقعد يقلدني وهو عنده 2 سنين، هو لحد النهارده ما يعرفش يتكلم عربي، عنده 7 سنين مازال. كل رحت جبت له السجاده الصغيره بتاعته، فبقيت اما احط انا السجاده يقوم هو جايب حاطط السجاده الصغيره بتاعته ويصلي زيي. لما يكبر بقى عشان ابدا افهمه ايه موضوع الصلاه دي، وهقول له الصبح كام ركعه والظهر كام ركعه والعمليه، يعني مش فاهم انا ايه المجانين اللي جايين يقولوا لنا انتوا بتصلوا ازاي دول، فاكرين ان مسكوا علينا حاجه. لا، احنا بقى اللي ماسكين عليكم يا مشركين، وحواريكم ماسكين عليكم ايه بقى. وبقى انا بنصح كل اخواتي الموحدين ان هم يفتحوا الكتب الشيطانيه بتاعتهم دي ويجيبوا كل حاجه مكتوبه عن الصلاه، وهتلاقوا فيها بلاوي وتناقضات وخزعبلات وهراءات واختلافات، مش هتصدقوا نفسيكم. انا عارف انا بقول لكم النهارده هوريكم مثل واحد بس يثبت لكم غبائهم ويثبت لكم ان هم عمرهم ما تعلموا الصلاه من الكتب الشيطانيه دي، ده بيستغلوا بس حجه الصلاه عشان يضحكوا على نفسهم الاول وبعد كده يحاولوا يضحكوا علينا، تمام؟ لكن عمرهم ما هيضحكوا علينا لان ربنا خلاص هداه، مش هتلاقي ليه مضل بعد كده. فدي اهم نقطه عايزكم باذن الله تعملوها، وهوريكم ازاي تعملوها. لو رحتوا لجوجل وكتبتوا عربيك حديث بالانجليزي، عربيك حديث مفيش اسهل من كده، ودوستو انت ودوستو سيرش، يعني جابت لكم اول لينك. ده الموقع اسمه حديث دوت ال-اسلام.com، ده بتاع وزارة الارشاد والدعوة بين المملكة العربية السعودية. لما تدوسوا عليه ده موقع ويب سايت بتاع شركة، يعني ما فيهوش غير الشرك. لاحظوا حتى البخاري على طول والكلام ده كله، كتب السنة التاسعة هي بتقول هنا هي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف للدعوة والإرشاد، ده بتاع المملكة العربية السعودية على فكرة، يعني المفروض تبقى المملكة العربية السعودية تحتيها هنا، بس الويب سايت غيروه بأزبالة، وهو معالي إشراف معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل شيخ، وتدخل اقرا بقى تعرف عنهم يعني. فالمهم الموقع ده غير بزباله يعني، حتى كمان الويب انجن بتاعه زباله وكراشز على طول وبتديك ايرورز وحاجه زباله خالص يعني. ده تقدروا انتوا تدوروا، تدوسوا على البحث المتقدم هنا، عايزين تدوروا انتوا كلمه تكتبوها على طول وتدوروا. لو دوستوا بحث متقدم هنا هتجيب لكم الليسته. البحث المتقدم اما كان الموقع اقدم من كده قبل ما غيروه كان احسن بكتير، ده يوريكم ان هم عمالين بيرجعوا لورا مش بيتقدموا ابدا. وتكتبوا مثلا اي كلمه انتوا عايزينها طبعا بالعربي، لو انا جبت مثلا قلت اي كلمه، لو قلت يستسكون عايز اجيب الحديث اللي هو بيقول فيه يستسكون ولا يسكون، تمام؟ وتقوموا كاتبينها كده عاملين لها بيست، وممكن تستخدموا الكيبورد مديهن لكم اهو كمان لوحه مفاتيح فيرشوال زي اللي في اكسس قران على فكره، لو دوست عليها تظهر لكم تكتبوها كده يعني، بس انا بستخدم العربيك باد اسهل لي بكتير. وتقولوا هنا كل الكلمات او اي من الكلمات او جمله، انا معظم الاوقات بختار جمله لان كلمه او جمله تنفع،
ومطابق. ممكن كمان تدور على مستوى الجذر او باللواصق، انا ما اعرفش ايه اللواصق دي، وتقول بتدور بقى في ايه كمان، اهو في القرآن او في الحديث او في كله. انا بختار الحديث واقول بحث، هتقوم جايبه لي الاحاديث اللي فيها يستسكون، اهي صحيح البخاري، اهي يستسكون فلا يسكون وفتح الباري، وبتدور كمان في كتب الشرح بتاعتهم كمان، وهتنزل هتجيب لك كل الاحاديث اللي فيها يستسكون بيج 1 وبيج 2، وتقدر تجيب الحديث على طول اهو. لو تلاحظ كانت تحت بتقول ايه، كامل وزارة اهي المملكة العربية السعودية، لو تلاحظ بتقول ايه، هي انا وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد المملكة العربية السعودية. فمش هيقدر حد يجي يقول لنا اه ده حديث مزور ومش مزور، ده حديث هو من عندكم انتوا، هو من الوهابيين نفسهم، فما تسعوش علينا يعني. فدي الطريقة ان انتوا تجيبوا بيها ايه الحديث. طبعا في طرق تانية يعني ان انتوا تجيبوا بيها الحديث، طبعا ان انتوا لو عارفين رقمه مثلا في باب ايه وكتاب ايه، انا عشان بستخدم الويب سايت ده كتير فعارف كل حاجة تقريبا فيه يعني، لكن انتوا هسيبها لكم انتوا، انا مش هقعد اعلمكم يعني. انا بقى هبدأ دلوقتي في موضوع الفيلم بتاع النهاردة، هوريكم ازاي هنتعلم الصلاة من صحيح البخاري من 3 احاديث بس، تمام؟ هتقوم انتوا دلوقتي دايسين على صحيح البخاري، هم فاتحين لكم كل الكتب اللي هي في صحيح البخاري، اهي كتاب بدء الوحي، كتاب الايمان، كتاب العلم، كل الكلام ده لحد ما انت ايه كتاب التوحيد تحت خالص. كل كتاب بقى لو دوست على الكتاب الاخضر ده كده المفروض هيجيب لك الاحاديث اللي تحته، هو ده كتاب بدء الوحي فيه حديث واحد لو تدوس عليه هيجيب لك الحديث في البخاري ده. بس مش ده اللي انا عايز اشوفه، اللي انا عايز اشوف، انا عايز اوصل للشاشه دي اللي بتخليني احط رقم حديث. انا هحط لكم رقم حديث المفروض يعلمنا طب مواقيت الصلاه، رقم الحديث انا عارفه 562 بحث، واقوم مدور هيقوم جايب لي الحديث على طول رقم 562 بتاع البخاري. ننزل تحت شويه الكتاب اهو بيقول صحيح البخاري، فوق هنا اهو كتاب مواقيت الصلاة، يعني المفروض هنتعلم بقى اوقات الصلاة منه. وباب ايه بقى، لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. ما اعرفش ايه موضوع قبل غروب الشمس يعني في الباب ده، لكن لما نقرا الحديث ما جابش سيرة غروب الشمس خالص. فهو حدثنا محمد بن ابان او ما اعرفش، قال حدثنا، سيبكم الاسماء، قال سمعت، واسيبكم ده واحد اسمه حمران ابن ابان، ده باين عليه اخو الواد الاولاني، يحدث عن معاويه يا عيني، قال وانكم لتصلون صلاه لقد سحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رايناه يصليها، ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. جميل جدا، يا ركعتين بعد العصر، ما اعرفش هم عايزين يقولوها سنه، عايزين يقولوها حاجه من اللي فايتينه، مش مهم. الخلاصه ان هي انا شايفها سنه لان ركعتين بعد العصر منطقيا انا فاهمه انها سنه. الكلام ده البخاري بغبائه، لو تلاحظ الحديث ده كان رقم 562 اهو، وفتحت باب اسمه كتاب مواقيت الصلاه، عادوا تاني مع تغيير بس بني ادم واحد من السلسله، يعني ده بدا بمحمد بن ابان. لو رحنا للحديث رقم 3555 هنلاقي البخاري عاد لنا نفس الحديث بالملي، فتحت باب تاني بيسميه كتاب فضائل الصحابه، باب ذكرى معاويه رضي الله عنه. تلاحظ هنا ان العمليه فيها جزء سياسي، ومجرد عايز يخلي الناس يتغسل مخهم ان معاويه ده راجل من الصحابه اللي ليهم فضائل علينا، وجاب ذكره. ما نشوف جاب ذكره بايه يا عمنا معاويه، نفس الحديث اهو. المره دي جه عمرو بن عباس، ما كانش بقى ابن ابان، محمد بن جعفر، شعبه اهو ابن اول، هنا بدات تلدم مع التانيين يعني، شعبه ده الزهر احنا قالها الاثنين. فالمهم نفس الحديث برضو عن معاويه رضي الله عنه، بصوا ذكروا معاويه واستخدموا الله عشان يرفع من شأن معاويه، قال يعني رضي الله عنه او عسى ان يرضى الله عنه. طب يا عم طالما بتطلبوا حاجه من ربنا لمعاويه يا اخي اطلبها بادب يا اخي، قول رضي الله سبحانه وتعالى عنه مثلا، قول رضي الله تعالى عنه، قول رضي الله ملك الملك عنه، رضي الله الغفور الرحيم عنه، ما تقولوا يا جماعه حاجه كده، ولا ربنا ده مجرد اداه ليكم بس عشان تعظموا الشركاء بتاعتكم. الموضوع ده بيضايقني جدا يا جماعه.
فإيه معاوية هو نفس الحديث قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهي عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. نفس الكلام بالملي ما تغيرش رقم الحديث، اوبفيسلي ده 3555 بعيد جدا عن رقم الحديث الأولاني اللي هو 562. ده يوريك إن هو كان بيكرر نفس الأحاديث وعمال يعمل كتب عليها وبس، يعني بيضحك علينا بينصب علينا. الراجل نصاب باين عليه، ولا غبي ولا حمار ولا بالظبط مش فاهم انا. عايز ده بس مجرد نفشخ في معاويه يا اخي، ما تقول بدل ما باب ذكر الله يا اخي، ايه باب ذكر؟ ما ينعديك ام معاويه، احنا عايزين من دين امه احنا ايه؟ سبحان الله يا ربي، ما تقول لنا يا عم باب ذكر الله يا عم، ولا سبحان الله ولا ذكر الله، ده بقى انتهى بس مجرد ذكر الله عشان تعظموا الشركاء بتاعتكم يا مجرمين يا مشركين انتوا يا انجاس. خلي الواحد يتنرفز يا اخي. الخلاصة اللي فهمناه من الحديثين دول ان عم البخاري بيعلمنا الصلاة وبيقول لنا اوعوا تصلوا ركعتين بعد العصر. نروح بقى الحديث تاني في نفس الباب الاولاني اللي هو باب مواقيت الصلاة 568، يعني كان بعد اللي هو 562 ده بست احاديث في نفس الباب بالظبط. نروح له هنلاقي عمنا البخاري بيقول لنا كلام تاني خالص، ابسولوتلي كلام تاني خالص. نبص كده نشوف ايه، اهو كتاب مواقيت الصلاة باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد، حاجة فاتتك ونحوها، نحوها بأي حاجة تانية بقى، سنة أي حاجة، بتصلي ركعتين وخلاص. فهنا بيقول لنا ايه، حدثنا محمد ابن عرعرة، ده باين عليه أخو الوضع الزبالة أسامة عرعراوي ده أو قريبه، قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا شهد يعني على عائشة، قالوا شهدوا بربنا، دول يا جماعة دول شهد يعني معناها شهدوا بربنا، على عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. نفس الكلام اللي قالولنا، لا سنة ولا أي حاجة ولا فوائد ولا حاجة، هم عايزين الحديث أهو قدامك أهو بالملي، نفس الكلام ركعتين بعد العصر منها عنهم، ركعتين بعد العصر يقول لك ما جاش يوم إلا كان بيصليهم. إيه يا عم، وفين مواقيت الصلاة بالظبط؟ فين إيه، فين وقت العصر بالظبط اللي أنتوا بتقولوا لنا عليه؟ أنا عايزين نعرف بقى دلوقتي صلاة العصر، سيبك من ركعتين بقى، فين وقت العصر؟ طب فين يا جماعة، إزاي هنصلي العصر يا جماعة؟ ايه الموضوع، فين يا عم؟ ما تقولوا لنا يا جماعه انتوا يا مشركين انتوا ايه موضوع، اتعلمتوا الصلاه ازاي؟ انتوا بتصلوا ركعتين سنه ولا ما بتصلوش بعد العصر؟ عايزين نفهم، ده انتوا حاجه غريبه صحيح، وجايين تتنططوا علينا كمان يا مجرمين انتوا، ده سبحان الله يا ربي. ادي يا عم ده غباء البخاري قدامك اهو، واضح قدامكم من ثلاث احاديث بس. عشان كده انا بنصحكم ان انتوا تفتحوا الكتب الشيطانيه دي وتبداوا تقروا فيها وتعرفوا انتوا ربنا مديكوا عقل وهيبقى عندكوا الباب عشان تفهموا التناقضات بنفسكوا، وتشوفوا وسختهم وقذارتهم، وتشوفوا ان كل ما بيذكر الله بس مجرد ان هم عشان يعظموا بيه الشركاء بتاعتهم. يعني هنا هو بيقول لك ما كان النبي، ذكر حتى النبي، بس كلمه النبي دي عندهم كفايه ان هم يعظموها او يطلبوا منها اي تجليل او اكرام يقول لك عليها، يعني صلى الله عليه وسلم وذكر الله هو يا عم مره في الحديث اهو، ولا عبروه ولا قالوا عنه اي حاجه خالص، زي الحديث اللي فات اللي ورته لكم، قالوا معاويه رضي الله عنه اللي هو 562 نفس الباب، يعني البخاري نقد نفسه في نفس الباب اهو. ذاكرين الله تاني في الحديث اللي جاي ده، في الويب سايت ده زباله، ساعات يبقى بطيء كده ودمه تقيل وحاجه وحشه يعني. وننزل تحت اهو تاني يقول لك هنا ايه، معاويه يحدث عن معاويه، لا ده ما قالش هنا في الحديث ده، في الحديث اللي هو بقى 3555، بس هنا برضو ذكر الله رسول الله، ذكر الله ومرتين الله والله صلى الله عليه وسلم، ولا عظم الله ولا قال اي حاجه خالص، كان يعني الله ده مجرد كده اداه تول عشان يعظموا بيهم محمد واصحابه. لو رحنا ل 3555 انا متاكد اني قريت فيها كلمه جمله رضي الله عنه او حاجه كده تقريبا اهو. حدث اهو معاويه، شفتوا في مره قالوا معاويه رضي الله عنه، ومره ده حديث ايه الموضوع ده يا جماعه؟ الحديث اللي فات ما كانش عن معاويه، سوري، هو ده اللي عن معاويه. معاويه هنا طبعا عشان ده لو تلاحظوا ذكر معاويه رضي الله عنه، ذكر الله في اسم الباب،
ومجرد عشان يعظموا معاوية او عسى ان يرضى الله عنه مثلا، قصدهم كده الخلاصة يعني، سواء كده او كده بيطلبوا من الله حاجة ما يقولوش اسمه كده حافي يعني. الراجل معاوية ده مثلا بالنسبة لهم يعني مش فاهم يعني بالنسبة لهم يعني يستحق التبجيل والاحترام والدعوة اكتر من الله مثلا يعني مش فاهم انا ايه الموضوع عندهم. الناس دي فاهمة الله غلط، دي عارف فاكرين الله ده اي حاجة اي كلام مثلا ولا ايه بالظبط يعني. انا مش فاهم صحيح، اهو في الباب اهو ذاكرين الله مرة عشان يعظموا معاوية ولا عظم الله. نرجع هنا في الحديث ده اهو، معاوية ذكروه تاني مرة وقالوا لك رضي الله عنه عشان يعظموه، عشان يقدروا يغسلوا مخ المسلمين. يقول لك شوف يا عم ده ربنا راضي عن معاوية، ذكر الله دي مرة ادي اتنين وادي تالت مرة، تلات مرات في الحديث ده والباسم الباب ده ذكر الله سبحانه وتعالى ولم يعظموه ولا مرة. يعني ده يوريكم مدى الجريمة بتاعتهم قد ايه يعني واضحة، لكن سبحان الله مش هتلاقوا هم مش شايفينها يعني، كأن فعلا ربنا حاطط غشاوة على عينهم فهم في طغيانهم يعمهون. على النوت دي اسيبكم، وان شاء الله هحاول دايما ان انا اعمل افلام قصيرة، وان شاء الله تكونوا في اتم صحة واحسن حال في الفيلم القادم.